زوار كلاشيفي سلام الله عليكم. مع بداية الأسبوع الجاري راج واحد تسجيل مسرب عبارة عن مكالمة هاتفية صادمة بين رجل سلطة برتبة قائد وبين واحد قالوا أنه محامي واللي هو في نفس الوقت منتخب جماعي وصاحب مشاريع سكنية كبرى في مدينة أبي الجعد. أقسم بالله العلي العظيم إلى أنني شخصيا من اللي سمعت هذا الفيديو أول مرة قلت مع نفسي هذو ما يكونوا غير شي وحدين من أصحاب اللعب الباسل ونسبوا مضمون هذا التسجيل للقيد والمحامي، ولكن من بعد تأكد لي أن الخبر فعلا صحيح وأن القيد دار شكاية وأن وزارة الداخلية قراص باش تأزروا في هذا الملف أمام العدالة نظرا لخطورة الكلام الفاحش اللي صدر على المحامي واللي ما يمكنش لنا نهائيا نعرضه على المشاهدين ديالنا لما فيه من كلام فاحش وعبارات نابية قبيحة. ولكن غادي نبين لكم بالنسبة للناس اللي مازال ما سمعوا التسجيل مقتطفات من هذا الحوار ما غاديش تسمعوا طبعا العبارات النابية، ولكن غادي نتحكموا على مول التسجيل من خلال أسلوبه في الحديث فقط بصرف النظر عما إذا كان القائد فعلا شخصا ممتزا أم لا. فأسلوب هذا الشخص في الخطاب والحديث كيبين أنه حيوان وماشي إنسان نهائيا. شفتو شي مخالفة تماك؟ لا راه كندير انا دابا باش شي مراقب ديال البناء فهمتي؟ كنراقب البني. اي تتراقب البني واش شي مخالفة؟ ملي كنراقب البني تلقى القانون، ملي كنمشي لشي شي ورش كنطالب الوثائق، كنطلب الوثائق. لا الوثائق طلب الوثائق والوثائق راه عند الزياد البلدية، انت سير البلدية وشوف الزياد. لا البلان خاصو يكون في الورش، لو بلان وهذاك دفتر الورش وكلشي خاصو يكون تما شري. لا مرحبا انا غادي ندير لك تقرير الوكيل الملك هذا الشيء اللي كتبغي. لا التقرير ديال الوكيل الملك تقرير انا غادي نجي عند امك انا تما. ومرحبا جي عند المرحبا. واجي عندك الرشوه انا راه عندي الشهوه بان جي عند شوف جي عند المقاطعه جي دابا مرحبا جي. بلاتي جي دابا عندي شوف هتعرفي دابا شكون هو الاستاذ بعيدي دابا. لا لا عارف انا كنعرفو كنعرفو مزيان. قولي جيب لي قولي جيب لي الزياق نعطيك عاد شوف الى جعتي جاء دابا دابا المقاطعه ديال المقاطعه الى جعتي سير شي بلاصه اخرى شوف واش جاء ديال المقاطعه اجا ديال المقاطعه غنقول لك غنقول لك لا راه الرضا ديالك تاعي لا جا عند المقاطعه جا تفتح داك النار ديال الجود وحشر والك بعدا كوك داير خبز طيب شوف جا عند المقاطعه ممكن اجا عند المقاطعه جا شوف ما تجيش عندي حتى ما تجيش عندي حتى المكتب عندي لا ما بغيتش تدوز عند المقاطعة اللي كان ممكن لا ما تجي حتى المكتب ديالي واش اش غدير؟ واش اش غدير؟ شوف انا غادي ندير اشنو؟ غادي نكتب داك الوكيل الملك الشريف غادي نكتب الوكيل الملك هادشي اللي قلتي لي كامل راهو مسجل في المكالمة غادي شوف
غادي ندوز انا وياك عند السيد وكيل المالك واش تيجي مسجله واش تيجي لك انت تطلب لي هذا المكالمه مسجله انا سجلتها انا غنجيب شوف انا نسجلك وكاين الناس مرحبا انا غادي نصور ممنوع واخا انا غندير خدمتي واخا انا غندير دير خدمتك ايوا شفتوا معايا الاسلوب كيفاش داير والله حتى خلق لي شخصيا صدمه نفسيه هذا محامي حسره يعني خاصه يكون نموذج للغير في حسن الخطاب والسلوك انا بعدا اللي ضحكني هو ملي قال ليه القيد واش تجي عندي دابا المقاطعه باش نتفاهموا السيد تفعفع وبدا كيفكر شويه هو يقول لي اجي بعدا انت ما تجيش عندي للمكتب ديالي يعني عرف راسه الا مشى للمقاطعه غادي يلقى تما المخازنيه واعوان السلطه وبلا ما نعاود لكم اش غادي يوقع الا مشى تما الخبر فراسكم ولكن هو بغى يصيد القيد من بعد ما استفزوا بزاف وطعن في الكرامه ديالو والشرف ديال الام ديالو وقال فيه ما لم يقله مالك في الخمر واتشوم الاسلوب اللي كان كيهضر به ديال الملاقيط اولاد الزنقه وماشي ديال واحد محاميه حسره وبغيت غير نفهم هاد خونا بعدا كيفاش كيتعامل مع ودائع الزبائن ديالو وكيفاش كيتعاطى مع الملفات الحساسه ديالهم وكيفاش كيقوم بالمهام ديالو في الجماعه بصيف شوكا منتخب دابا السي المحامي بغيت غير نسولك اولا انت منين جبتي هاد الملاير باش درتي هاد المشاريع كلها واخرها التجزئه السكنيه اللي ناض عليها الصداع ما عليناش هادشي ماشي سوقي انا هذا شغل السلطه القضائيه ديال البلاد المحامي ديال خريبكه وعضو المجلس الجماعي ديال بجعد امسح السما بليقه وقال ليهم ماشي انا مول الهضره وقال ايضا انا ضحيه تشهير من طرف القائد اللي وزع هاد المكالمه مجهوله المصدر على المقربين ديالو وحتى النقيب ديال المدينه ملي عيطوا ليه الصحافه وسولوه على هاد القضيه دار بالمثل القائل انصر اخاك ظالما او مظلوما وما عطاهمش راس الخيط نهائيا وما بغاش يعبر على الراي ديالو وقال لهم انا دابا ما يمكنش ليا نقول والو حتى نشوف السلطه القضائيه اش غادي دير والمهنه الوحيده عباد الله اللي ما فيهاش المثل القائل خوك في الحرفه عدوك هي مهنه المحاماه المحامين كيتكتلوا مع بعضياتهم وكيدافعوا على خوتهم واخا يكونوا دايرينها قد ريوسهم والدليل ملف الشابه ليلى بنت الشعب اللي جاء 1000 محامي من حزب العداله والتنميه باش يتضامنوا مع المحامي ومراته في مواجهه شابه فقيره وابنتها الرضيعه لا حول ولا قوه لهما ولكن باش الساده المحامين الافاضل ما يفهمونيش غلط انا ماشي ضد اصحاب البدله السوداء اللي كنعتبرها شخصيا مهنه نبيله وشريفه ولكن انا ضد التجاوزات ديال بعض المنتمين لهذه المهنه واللي ما كيشرفوهاش نهائيا بحال جميع منعدمي الضمير اللي كاينين في جميع القطاعات بما فيها قطاع الصحافه والاعلام واللي حتى هو قطاع كيعرف بزاف ديال التجاوزات سواء بسبب المتطفلين على هذه المهنه أو بسبب المهنيين أنفسهم ممن لا ضمير لهم ونزيدكم أكثر عندي بزاف ديال الأصدقاء محامين كنكل ليهم كل التقدير والإحترام وما يمكنش لي ننكر أخلاق الكثير منهم كذلك أنا شخصيا عبرت على التضامن ديالي مع المحامي ديال كازا اللي تم تهجم على المكتب ديالو من طرف أشخاص مجهولين وتم العبث بالمحتويات ديالو هادشي كنعتبره شخصيا تجاوز خطير وخاص التحقيقات الجارية تعاقب المتورطين باش ما يتكررش نهائيا للمحامي ومكتبه حرمة يجب أن ندافع عنها جميعا احنا دائما مع الحق ولكن في نفس الوقت دائما ضد التسلط والبطش مهما كان مصدرهما الجديد دابا في هذه القضية أن هذا الملف كيعرف تطورات متسارعة من بعد ما قررت وزارة الداخلية آزر القائد وتكلف أشهر المحامين في البلاد بتسجيل شكاية ضد المحامي دابا إلا ثبت فعلا أن هذا المحامي هو مول هذا الكلام راه خاصو يدوز الحبس ويتم التشطيب عليه من المهنه حيث ما كيشرفهاش بحال هذا النوع وخاصو ايضا يكون درس وعبره لجميع المتهورين حتى لا يتكرر ما جرى كذلك كنطالب ايضا بلجنه التفتيش للتحقق من صحه الاتهامات الموجهه للقائد الى ثبت فعلا انه كان كيمارس الابتزاز على عباد الله فحتى هو خاصو يتعاقب طبقا للقانون والى ثبت ان القائد بريء وهذا المحامي تهجم عليه بهذا الاسلوب الفاحش بسبب قيامه بالمهام ديالو فخاصو رد الاعتبار والانصاف اما الى ثبت ان التسجيل فعلا مفورك وان الصوت ماشي ديال المحامي وهادشي طبعا غادي يتبين الخبره التقنيه فانا كنطالب ايضا برد الاعتبار للمحامي وانصافه ومعاقبه من روج ونشر هذا التسجيل اشد العقاب نحن نريد العداله ولا شيء غير العداله دابا النيابه العامه فتحات بحث قضائي وتبين ليها ان المكالمه اللي دارت بين المحامي والقيد عندها اكثر من اسبوعين وتبين ايضا ان القيد كان بصدد اجراء المراقبه لورش البناء واللي هو عباره عن تجزئه سكنيه في ملكيه المحامي ومن اللي ما لقاش مول المشروع مشى بحاله
ولكن بعد دقائق توصل بمكالمة هاتفية من صاحب التجزئة وسولو علاش جاي عندي؟ اش بغيتي؟ واش باغي تشوف الوراق؟ الوراق راهم كاينين في البلدية. وشوية بدا كيتلفظ بالكلام القبيح وهدد القائد بالاعتداء الجنسي من اللي غادي يتلقى به. كان معكم محمد البودالي من قناة كلاش تي في. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. كذلك شاركوا موضوع هذه الحلقة على نطاق واسع لكي تعم الفائدة. بالعربية تعربت بارتاجيو هذا الفيديو باش كل شيء يعرف هذه الحقائق وهذه التفاصيل المثيرة. ولمن يريد مراسلتي هذا بريدي الإلكتروني لكل غاية مفيدة. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى حلقة أخرى بإذن الله.